احنا الحقيقة كنت انا مسؤول فرقة كلية الطب، فكانت فرقتنا مكلفة بواجب حماية المجموعة الطبية وكلية الطب والمستشفيات المحيطة بها من الأوضاع الداخلية الحقيقة. يعني لإسعاف الجرحى ونقل القتلى لا مثلاً؟ أول مرة هذا أثناء القصف الجوي احنا كان واجبنا يعني دفاع حماية فقط. حماية وفعلا حققنا الهدف الحمد لله، لا صار في كثير سرقات وإلى ما هنالك، لكن هذه المنطقة الحمد لله كانت سالمة آمنة. يعني لم يجرؤ أحد إلى أن يجي ويسرق أو شيء. تمام. وبعد أن بدأ القصف؟ بعد أن بدأ القصف واحتل بغداد، احتلت بغداد ودخلت الدبابات، صار انسحاب يعني كل واحد يروح لأهله يعني. فإحنا أطباء وطلبة كلية الطب وإلى آخره، فاتفقنا أنا قلت لهم أنه خلي نروح للمستشفى نساعد في إسعاف الجرحى. تمام. أي مستشفى؟ مستشفى عدنان للجراحات التخصصية اللي هي جزء من المجموعة الطبية اللي جنب مدينة الطب. تمام. هون كان دوركم مساعدة الجرحى بالضبط، ويعني استقبال القتلى. ولأنه كان تدري نقص، صار نقص كبير بالكوادر الطبية. تمام. جداً. حسيتوا أنه واجبكم. بس حضرتك شو كان منصبك الحزبي أنذاك في تلك الفترة؟ عضو شعبة. عضو شعبة. عضو شعبة مسؤول فرقة كلية الطب.